ما هي أعظم مشكلة تحدث بين الناس اليوم أفرادا وأمما وشعوبا ودولا؟ هل لأن الحق هو السائد، أم أن هناك أقوالا للزور بين الناس تجعل من الحق باطلا ومن الباطل حقا؟ لماذا حرص الإسلام على التحذير من شهادة الزور؟ وهل يعاني أحدنا من قائل زور أو شاهد زور؟ ألا يعلم المسلم أن قول الزور وشهادة الزور من أكبر الكبائر؟ ماذا عن قول الزور البسيط الذي يستهين به بعض الناس عندما يمسكون بهواتفهم النقالة؟ خطبة اليوم أيها السادة ليس عن معلومات تعرفونها عن قول الزور، لأن من يدخل بيتا من بيوت الله حاش وكلا أن يكون من شهداء الزور أو قائل الزور، لكن هناك شهادات زور نستهين بها عبر هواتفنا. لذلك خطبة اليوم بعنوان هاتفك بين إعجاب حق وتعليق زور. هاتفك بين إعجاب حق وتعليق زور. قول الزور أيها السادة لا يعني أنه فقط عندما تذهب إلى المحكمة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما رؤي أشد غضبا كما رؤي عندما تحدث عن أكبر الكبائر وأعلاها قول الزور، فقال في ما روي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس على كرسيه، يجلس بين الناس هكذا. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الإشراك بالله، تماما كما أنا جالس الآن، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم انتفض النبي عليه الصلاة والسلام وجلس. قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ حتى قال الصحابة: ليته سكت إشفاقا عليه. دل ذلك الموقف من النبي عليه الصلاة والسلام في انفعاله، في تكراره، في علو صوته، أن قول الزور شيء هو الخراب بعينه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الحالقة، شهادة الزور. قال: لا أقول تحلق الشعر، إنما تحلق الدين. لكن مرة أخرى أيها السادة، لا أظن أن بيننا من هو صاحب شهادة زور يحلف على كتاب الله عز وجل فيأخذ حق أحد، لكن هناك أنواع من شهادات الزور نستهين بها ويستهين بها بعض شبابنا عندما نحمل هواتفنا. اليوم للأسف هناك وسائل تواصل اجتماعي البعض لا يحسن استخدامها، يمكن أن تكون وسيلة خير ويمكن أن تكون وسيلة تدمير. لذلك سأقف مباشرة على مفاصل واقعية حتى نتعلم ويتعلم شبابنا كيف نتعامل مع هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، حتى نتعلم أنه ربما شير أو لايك ربما تدخلك في شهداء الزور وأنت لا تدري. بين يدي ما نراه كل يوم، يعني اليوم لم يعد خافيا، اليوم نحن نتعامل مع هواتفنا
مع الفيسبوك، مع تويتر، مع كل الوسائل، ربما في اليوم أكثر من 5 ساعات أو 6 ساعات. طيب تعالوا لنشاهد هل فيما نفعل طريق إلى شهادة الزور؟ تعالوا إلى أشهر شيء يقوم به الكثير، وهو موضوع اللايك، الإعجاب. كيف يأمرك الدين أن تتعامل مع هذا؟ ديننا تعامل مع كل الأشياء، ونحن اليوم كما قلت بتنا مضطرين للتعامل يوميا. لكن احذر أنك عندما تضغط لايك، عندما تقول أعجبني، أنت تكتب شهادتك بيدك، سنكتب ما قدموا وآثارهم. هذا آثر، أنت تضع أثر. هذه الآية التي نكررها دائما في سورة ياسين، سنكتب ما قدموا وآثارهم. هذا الأثر سيبقى، لا يمكن أن يمحى. اليوم تجد كل يوم بيقولوا لك العام الماضي أنت فعلت كذا، أنت الآن في تقرير بيطلع أنت والله أعجبت بصفحة كذا وصفحة كذا وقول كذا. إذن سيكتب، يعني لا تنتظر يوم القيامة. الآن تقرير كامل يبرز لك ما أعجبت به ولم تعجب به. لذلك احذر عندما تقول أعجبني. الآن هناك مشكلة، هل هذا الإعجاب قائم على حكم عقلي، على حكم شرعي ديني، على حكم قانوني؟ اليوم أنت عاقل، كيف يمكن أن توافق على ما يخل بالعقل والمروءة؟ بعض البوستات، بعض المشاهد، بعض المقاطع تخل بالعقل بداية وبالمروءة، كيف تقول أعجبني؟ طيب إذا كنت فقط تساير الناس والله لأنه هو بيعمل لي لايك أنا بعمل له لايك، طيب هذا أليس نوعا من النفاق؟ أما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أن يحسن وإن أساءوا أن يسيء، بل وطنوا أنفسكم، إذا أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تحسنوا. ما بصير أنت تساير الناس والله أنا بدي ساير، هذه شهادة ستكتب شهادتهم ويسألون. أنت ليش وافقت له؟ أنت سايرته، أنت الآن تسير بركابه. من سن سنة حسنة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وكذلك في السيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذا ماذا أتعامل؟ تعالوا أتخيل أن أحدا من الصحابة لديه الآن صفحة فيسبوك، ماذا يمكن أن يختار؟ ماذا الذي، ما هو الذي يمكن أن يشارك به الآن على أعجبني؟ ما الذي يعجب صحابيا من الصحابة؟ سيعجبه حتما إذا رأى حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام فيه الكلام الطيب. لذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعجبني الفأل والكلمة الصالحة الحسنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام كل كلام فيه تفاؤل بيقول يعجبني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولأن الصحابة ولأن هذا الدين قام على الفأل الحسن. لكن ما الذي لا يعجبه؟ قال ربنا عز وجل ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم عن الكافرين. بعض الناس ينظر إلى صور وإلى أخبار من يعصون الله عز وجل ثم يدخل العجب إلى قلبه، الإعجاب إلى قلبه، يريد أن يكون مثل هؤلاء. أيضا عندما تكتب أحب، اعلم تماما أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع قانون، المرء مع من أحب. يعني باختصار اليوم أي شاب، أنت لا تفاجأ يوم القيامة أنت في الدنيا كنت في الصف الأول وكنت مع الصالحين، لكنك كنت تحب هؤلاء الذين لا يطيعون الله عز وجل، فيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. أنت مع مين بتحب؟ الصحابي كان يتشوق يقول يا رسول الله يعني كيف بالجنة؟ مستحيل أن أكون في مقامك، أنت فوق في الفردوس الأعلى وأنا يعني مهما فعلت لن أصل إلى مقامك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. يقول الصحابة فوالله ما فرحنا بقول من رسول الله إلا كهذا القول.
انه انا مع النبي عليه الصلاه والسلام. فانظر من تحب، قلبك معلق مع من. مره ثانيه انت ستضغط على احب. انت كتبت شهادتك، كيف ستنكر؟ اضف الى ان اليوم القانون صار واضح، هناك قانون تم تطويره، قانون مكافحه الجرائم الالكترونيه. اليوم كل تعليق، كل شير، كل كومنت، هذا تستحاسب عليه. راجعوا الان القانون الجديد الماده 10 و11 و12، اي كلمه، اي اعجاب في قول يدعو الى الكراهيه، قول فيه ذم او تحقير او تسفيه لاي انسان، هناك عقوبات من 1000 الى 10000 دينار الى 3 سنوات سجن. لانك اليوم تشارك، لا تظن والله انا حامل موبايل، يعني شو هالمشكله؟ هذه شهاده، اما شهاده حق او شهاده زور. ايضا عندما تقول اضحكني، ما الذي يجب ان يضحك منه المسلم؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان يضحك وكان بساما. اتاه رجل من الباديه قال يا رسول الله احب ان ازرع في الجنه، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في الجنة؟ قال إنا قوم نحب الزرع، يعني واحد من طلباتي يوم القيامة إنه بده يقف ازرع. ضحك النبي من موقف، هذا موقف بسيط. هناك أمور تدعو إلى الضحك، إلى الابتسام، وكان النبي أكثر ضحكه ابتساما. لكن من العجيب اليوم يضحك الناس ويشارك الناس في معاصي الناس. اليوم الكاميرا الخفية بيحطوا لك مقاطع الكاميرا الخفية، طب تضحك على من؟ والله إنسان والله ماشي بالطريق لأنه قطع شارع لواحد أعمى، بعدين بنص الطريق بيطلع هذا الأعمى يبصر، فيضحك الناس من مساعدة، من إعانة، يضحكون من انزلاق إنسان، من موقف حدث مع إنسان. ما من إنسان إلا واقف في مواقف هو بشر، بيصور لك يا والله هو يلعب بأنفه، هو إنسان يخطئ في تناول كأس ماء. طيب على ماذا تضحك؟ والقرآن يقول لك لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. اليوم للأسف أنا أدرس الإعلام، 90% من البرامج التي تدر ربحا على القنوات هي برامج السخرية، وأنتم تشاهدون كل برنامج فيه سخرية على مسؤول، على إنسان، على عالم. والمصيبة عندما يكون السخرية على العلماء أو على الدين أو على حديث، يؤتيك بحديث ويسخر منه. طيب والناس تضحك، على ماذا تضحك؟ هذه الضحكة ستسجل علي وعليك. أيضا عندما تضع أدهشني، ما الذي يجب أن تتعجب منه؟ النبي عليه الصلاة والسلام تعجب، لكن تعجب من أمر المؤمن، قال عجبا لأمر المؤمن، كل أمره إلى خير، إن أصابته ضراء صبر وإن أصابته سراء شكر. هذا التعجب. لكن التعجب، احذر من التعجب، ويجب أن تشارك في التعجب من الذي يستهين بحلم الله عليه، كما قال سعيد بن جبير للحجاج، قال عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك. هذا مما يتعجب منه، لأن الله عز وجل يدعك كظالم وينتظر عقابك إلى يوم القيامة. هذا مما تتعجب منه. أما أن تتعجب من أشياء يفعلها أهل الفسق والفجور وتتمنى أن تكون مكانهم، كما يفعل الذي يحزن، بعضهم يضع إشارة أنه أحزن. طب تحزن لماذا؟ تحزن لأنه فاتك الخير، هذا بارك الله بك، أم أنك تحزن لأنه فاتك شيء من المعاصي؟ اليوم بعضهم يضع أنه يحزن، هناك حفلة راحت عليه، والله كان في لقاء مع بعض الناس الذين لا يطيعون الله عز وجل، والله هو حزين جدا أنه ما استطاع أن يكون على هذا اليخت أو هذه الحفلة أو هذا المكان. لكن بعضهم يحزن لأنه لم يفعل الخير، يرى المآسي في العالم ويتمنى لو فعل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الدنيا لأربعة نفر، ومنهم رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه وينفق من ماله في آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الآخر، اليوم هون الحزن، لو أن لي علما ومالا لفعلت مثل هذا.
هذا الحزن يبشرك النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد هذه النية. يقول عليه الصلاة والسلام: هما في الأجر سواء. أنت الآن أنت قاعد هون، أنا والله زعلان، أنا يا ريت عندي مال مثل هدول الأغنياء الذين ينفقون على الفقراء، يا ريت عندي علم مثل هدول العلماء الذين يهدون الناس. مجرد هذه النية، هذا الحزن على أنه لا تملك هذا، أنت في الأجر سواء. لكن في المقابل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في معصية الله، يقول أحدهم: لو أن لي مالا مثل ماله، يا ريت أنا عندي مصاري لأركب سيارات وأعمل وفزع ونساء وخمر، أعمل مثل ما بيعملوا. فهما في الوزر سواء. تخيل، هو ما صار معه مال ولا أنفق ولا نفق بمعصية، لكن نيته أنه إذا صار معه مال سيفعل كما يفعل هذا الإنسان الفاسق العاصي. أيضا عندما تقول أغضب، بعضهم يضع إشارة غضب، والغضب مطلوب، لكن أين يكون الغضب؟ الغضب يكون عندما تنتهك حرمات الله عز وجل، عندما ترى مشهدا فيه إساءة إلى المسلمين وإلى حرمات المسلمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب ولا يغضب إلا لله. أما للأسف اليوم تجد الغضب أحيانا للنفس، ليش كلمني هيك؟ طيب يا أخي لعله أخطأ، لعله لا يعد. الأعظم من ذلك الغضب عصبية. بعضهم يدخل يخبر أصدقائه: يلا فوتوا على صفحة فلان، اغضبوا لغضبي لأنه تعرض لي، لعصبيتي، لقوميتي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من دعا إلى عصبية. يعني والله اغضبوا لأنه هذا حكى على قبيلة فلان، على عائلة فلان، على إنسان فلان. هذا الغضب غير لا يجوز. العصبية والغضب لا تكون إلا في الدفاع عن حرمات الله عز وجل. لذلك هذه بعض المواقف. أسأل الله العلي العظيم أن نتنبه أن كل قول، كل فعل نقوم به عبر جوالاتنا هو شهادة. يبقى أمران نتحدث فيهما في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أهي وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى آله وصحبه ومن وفى وفى. بقي لدينا أمران، عندنا موضوع المشاركة وعندنا موضوع التعليق. بعض الناس يستهين بالمشاركة، وكما قلت اليوم القانون واضح، أنت تشارك أي بوست، أي تعليق، أي كلام فيه تحريض، فيه طائفية، فيه إساءة، مجرد المشاركة أنت عليك عقوبة. والقرآن أوضح من ذلك عندما يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إنسان كاتب كلام جميل يدعو إلى الخير، يدعو إلى البر، يدعو إلى الرحمة، إلى التعاون، إلى إصلاح ذات البين، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذول ثلاث شروط، هذول خليهم شروطك، ما تكتب أنت شروط اتفاقية استخدام الفيسبوك، حط هذه الشروط قبل الفيسبوك مع الله عز وجل، أنني لن أستخدم ذلك إلا بالمعروف أو بالصدقة أو الإصلاح بين الناس. أي كلام فيه معروف ضعه ميل بوستات وانشر للناس. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله في بوست، في تعليق، في تجريح للفئة، لطائفة، لدين، لقضية ما، والله أنا سأشارك، أنت تعاونت على الإثم والعدوان. ما أدراك أن هذا مخطط له ومأجور. قبل فترة سمعت كلياتكم فضيحة الفيسبوك مع شركة كامبريدج، 50 مليون إنسان دخلوا وسرقوا من حساباتهم وأوهموهم بأشياء. بسبب ماذا؟ الآن بعلم التسويق بشكل سريع جدا، كان التجار عندما يعملون يتعبون جدا لأخص إحصاء وبيانات عن الناس، ما الذي يعجبهم ما الذي لا يعجبهم، فيرسل الناس دراسات تكلف ملايين. الآن عملوا الفيسبوك مجاني مشان تكتب لنا أنت هذا أعجبك وهذا ما أعجبك. بعد فترة بينزلوا منتجات لهذه المنطقة بالذات، لهذا البلد بالذات، بما أشار الناس أنه يعجبهم ولا يعجبهم. هذا ليس فقط على مجال المنتجات، على مجال السياسات. الآن بدأوا يدرسون توجه الناس. الآن أمر بسيط، أنا أعطيك يعني فقط فكرة بسيطة. الآن اكتب بوست معين خاص بالدين أو خاص بالقانون، والآن انظر إلى التعليقات،
أنت ستعرف ما هي وجهة نظر الناس. اليوم للأسف بعض شبابنا مجرد ما يسمع كلمة على عالم فورا الكومنتات كلهم هيك ولازم هيك والدين لازم النقيب. ستجد أن هناك شحن هائل ضد بعض رموز الدين أو بعض الناس المصلحين أو بعض الناس الذين يحاولون أن يصلحوا في الناس أو البلد. لذلك احذر أن تكون طعمة، أن تكون وسيلة رخيصة في أيدي هؤلاء، ثم بعد ذلك يبدأون بنشر المقالات وتوجيه الأفلام والمسلسلات باتجاه ما يعجب الناس، لأنهم عرفوا ما تريد وأنت بكل بساطة شاركت في ذلك. ختاما التعليق، احذر من أي تعليق. بعض الناس يستهينون بالتعليق. الدين النصيحة، يجب أن يكون تعليقك فيه نصيحة، لكن احذر أن تكتب شيئا يشهد عليك يوم تشهد عليهم ألسنتهم كلاما بعدين وأيديهم. يعني نزلت هذه الآية ما كان في كتابه، وكأن الله يخبرنا أنه سيأتي يوم الإنسان يكتب إثمه بيده يوم تشهد عليهم ألسنتهم كلامك وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لذلك نحذر من شهادة الزور الخفية التي ربما لا يتنبه إليها البعض. ولنحذر أحبابنا أصحابنا، أرجوك عندما ترى تعليق أقل ما يمكن تجاهل. أميت الباطل بعدم ذكري كما قال سيدنا عمر، لما تلاقي في كلام في باطل إذا ما عندك إجابة حقيقية تستطيع أن ترد أدريك، خلي يبين أنه والله هذا البوس ما حدا اهتم فيه، خلي يشعر أن أنا كلامي تافه، هذا كلام لا يمكن أن يقبل لا في مجتمعنا ولا ديننا ولا تقاليدنا، حتى يتعلم الناس حسن استخدام هذه الوسائل التي إن أحسنناها ربما تكون وسيلة لنشر الإيمان والفكر والفضيلة والأخلاق الصالحة التي نرجو أن تكون في مجتمعنا وستكون بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إني داع فأمين.